في البداية أنا عايزة بقى أسألك ونعرف منك طبعا كجمهور، هل كرة القدم للصم والبكم تختلف قوانينها عن كرة القدم العادية ولا هي نفس هي القوانين؟ هي نفس قوانين الاتحاد الدولي، نفس الحكام اللي هم برضو من اللي هم الاتحاد الدولي الفيفا. تختلف بس في بالنسبة للحكم، بدل ما بيبقى معاه صفارة فقط بيبقى معاه راية بس، يعني تمام، راية يعني وصفارة بدل هو ده، انما قوانينها الملعب هو ال11 وهو التغييرات هي نفس كل حاجة، نفس مفيش قانون أي كل حاجة حاجة، ما فيش بتختلف حاجة خالص. بتختلف خالص. تمام، اللي بيختلف بس اللي هو الحكم بيبقى معاه راية على اساس هم ايه بيتعاملوا يشوفوا بالنظر. بس يشوفوا